موس ليه؟ موس الموس ثواني المحاضرة اللي جاية نتكلم على البري كوبراتيف ايفالويشن بالنسبة للتوتال هيب ريبليسمنت. ليه بنعمل كيرفول بري اوبراتيف ايفالويشن؟ علشان نتجنب معظم الكومبليكيشنز اللي بتحصل بعد التوتال هيب بعد العملية. أول حاجة خالص التوتال هيب بنعمل التوتال هيب أو البنفيتس أوف توتال هيب علشان نقلل البين علشان نحسن الفانكشن وبالتالي نحسن الكواليتي. علشان كده لازم نعرف هنعمل التوتال هيب لمين. لازم البيشنت يكون عنده سيجنيفيكانت بين during all the day significant pain all the day. البين ده بيأثر حتى على السليب، البين بيأثر على الفانكشن. تمام؟ يبقى هو ذن ذا بين sufficient to justify a major electric coagulation. تمام؟ تاني حاجه اللايف اكسبكتنسي بتاعت البيشنت. بعد كده الجنرال كونديشن. الجنرال كونديشن تسمح باجراء عمليه ميجر زي التوتال هيب بيفقد فيها المريض كميات دم كبيره. Is the patient life expectancy reasonable or would he or she be bedridden or confined to a wheelchair after surgery because of some other incurable disease? Is the patient's general condition good enough to tolerate a major operation during which significant amount of blood may be lost? بنعمل evaluation من خلال كام نقطة. أول حاجة الـ history of medical problems. بنعمل review للsystems. الميديكيشنز اللي كان بياخدها المريض واللي ممكن تقف قبل العمليه علشان ما تزودش البليدنج. اللاب ستاديز والفيزيكال اكزامينشن اند سبيشال تيست والايمجنج. اول حاجه الهيستوري اوف ميديكال بروبلمز اند ريفيو اوف سيستمز. خصوصا في الالدرلي بيشنت بندور على سيمبتومز كارديو بالمونري او هيباتيك او رينال اللي هي السيستمز الكبار. نشوف في سيستم فيلير او مفيش كومبنسيتد ولا دي كومبنسيتد. لان البيشنت لازم يتاخد كله على بعضه مش بس عشان البين او الديس ابيلت او الديفورميتي بتاعت اوست ارثرايتس اللي هي التوتال هيب. لازم يكون البيشنت ميديكالي فري او ميديكالي فيت. فبنسال على السيمبتومز بتاعت الكارديو بالمونري ديزيز الهيباتيك ابيلت سلومبو انكريز البيوجينيك سكين ليجنز ودي حاجه مهمه جدا لازم نعملها تريتمنت قبل العمليه. وفي كلام بيقول نعمل ديلي للتوتال هيب او ما تعملش التوتال هيب طالما ان في اي فوكس اوف انفكشن زي البروستاتايتس فينجر انتوينج يورينري ريتينشن ديو تو بروستاتيك او بلادر ديزيز اند دنتال بروبلم شود بي ادريس بيفور سيرجري. اهم حاجه الانفكشن سواء كان في اونجوينج انفكشن او هيستوري اوف بريفيس سيرجري زي بيرمنت ساوند فروم ذا هيب. بنزود الانفستيجيشنز اي اس ار وسي ار بي نيوكلير سكان كلتشر اند سنسيتيفيتي وديتيرمينيشن الاسبريت اوف ذا هيب ار ادفايزد بيفور سيرجري. ومن الاكس راي ممكن نسسبكت ان في انفكشن او لا. لو في سب كونترال بون لو في نص سب كونترال بون من الهيب اوف ذا فيمر او من الاسيتابيول او بون ريزوبشن اراوند انترنال فيكسيشن ديفايس ده المريض مركب امبلانت. ده بالنسبه للريفيو اوف سيستمز. الميديكيشن اهم حاجه عندنا اللي هو الاسبرين والاذر انتي انفلاماتوري والانتي بليدنج اللي هي بتزود البليدنج تندنسي وديت لازم توقف من 7 ل 10 ايام قبل العمليه. تمام؟ او الاورال انتي كواجولانت زي الورفارين. تمام؟ بنوقفها لعند لما الكواجيليشن ستادس ترجع مره ثانيه للنورمال. ونبدا ندي اللي هو شورت اكتنج انتي كواجولانت زي الانوكسابارين. ونعمل the specifics should be coordinated with the medical consultant. Many herbal medications and nutritional supplements may cause increased perioperative blood loss and may recommend that this medication be discontinued preoperative. يبقى كل drugs اللي بتزود bleeding tendency لازم تقف قبل العمليه بفتره كافيه لعند لما الكواجيليشن studies ترجع للنورمال. اللاب studies بنعمل فول لاب ودي حاجه معروفه الكل بيعملها اللي هو السي بي سي والبي تي والاي ان ار والليفر والرينال فانكشن. اهم حاجه بس الهيموجلوبين من الحاجات المهمه جدا.
قبل العمليه علشان نعرف اذا كان البيشنت هيحتاج لبوست اوبراتيف بلاد ترانسفيوجن ولا لا. وفي بيبر كنت قاري امبارح ان لو الهيموجلوبين اقل من 11 ده بيبقى سيجنيفيكانت انديكيتور ان البيشنت هيحتاج بلاد ترانسفيوجن بعد العمليه، بيقول ان هو بيحتاج في حدود 0.6 يونت. اكتر من 11 كمان ممكن يحتاج او في حدود 0.8. والاي اس ار والسي ار بي اف انفكشن از سسبكتد. الفيزيكال اكزامينيشن، اكزامينيشن عادي خالص، انسبكشن بالبيشن. اول حاجه خالص هنعمل اكزامينيشن للهيب للسباين والني. السوفت تيشوز اراوند ذا هيب شود بي انسبكتد فور اني انفلاميشن اور سكارنج وين ذا انسيجن از تو بي ميد. انسبكشن لمكان العمليه نشوف فيه سكار اوف بريفيس اوبريشن او اي ساينز اوف انفلاميشن. بعد كده بنعمل بالبيشن للهيب اي بوينت تندرنس او سوفت تيشو ماس. السبيشال تيست اللي ممكن يتعمل اللي هو الابدكتور ستريس اوف ابدكتور ماسكليتشر على الطريق اللي هو تريندلنبرج تيست، واللينب لينس او لينسز اوف لور اكستريمتيز شود بي كومبيرد. من الحاجات المهمه اللي هي الفيكسد ديفورم، اللي هي الفيكسد ديفورم دي لان الابدكشن كونتراكشن اوف ذا هيب ده بيدي ابارنت شورتنج حتى لو البوست لينسز ار ايكوال. الابدكشن كونتراكشن بيدي باور فولز امبريشن ان في لينسنج. نشوف اي فيكس ديفورمتي، مثلا فليكشن ديفورمتي اوف ذا هيب او سكوليوزز اوف ذا سباين. دي من الحاجات المهمه لان هي بتعمل او بتزود البلفيك اوبليكوتي، وديت لازم ناخدها في الاعتبار اثناء البوزيشننج اوف ذا امبلانت. بعد كده الايمجنج. الايمجنج before surgery radiographs of the hips are reviewed and if indicated radiographs of the spine and the knee are obtained. يبقى بنصور الهيب، بنصور السباين، وبنصور الني. المفروض ان احنا بنصور الهيب والني الانكل anterior view علشان نشوف في فيروس او valgus deformity، ودي لازم تبقى corrected قبل السيرجري. تمام؟ anterior view of the pelvis والبروكسيمال فيمر مع لاترال فيو اوف ذا هيب. بنصور البلفس عشان نبص على الاسيتابيلم، لو في نبص على الاستراكشرال انتجريتي بتاع الاسيتابيلم، نبص على اللي هو لو في بيري اسيتابيلر اوستيوفايتس من السيفير اوستيوارثرايتس او سيجنيفيكانت بروتروجن، وديت بتضايق اثناء الديسلوكيشن اوف ذا هيب. راديجراف اوف ذا بلفس شود بي ريفيود سبيسيفيكالي تو ايفالويت ذا استراكشرال انتجريتي اوف اسيتابيلم، السايز بتاع الامبلانت ودي هنكونها في التمبليتنج، اند هاو ماتش ريلينج وود بي نيسيسري، اند تو ديترماين وذر بون جرافتنج وود بي ريكوايرد، سيجنيفيكانت بروتروجن او بيري اسيتابيلر اوستيوفايت فورميشن مي ميك ديسلوكيشن اوف ذا هيب ديفيكولت. في سبيشال كونديشن زي الديفلوبمنتال ديسبليزيا، البلفيس should be evaluated with special care to determine the amount of bone stock present for fixation of the cup. مع ال old fractures بنعمل اللي هو ال obturator وال iliac view علشان نشوف ال posterior wall بتاع الاستابل في defect ولا لا. ال width بتاع المنظر الكمال also is noted because may be narrow especially in young patient with dysplasia and the dwarfs. In these instances, a femoral component with a straight stem or a specially made a small stem may be needed. يعني لو المظلة ضيقة في بعض الأمراض زي الديسبليزيا أو الدوارفس أو اليونج بيشنت، بنستخدم اللي هو الستريت ستيم أو السمول ستيم. في الباجيت ديزيز والأولد فراكشر والفيمورال والفيمورال شافت والكونجنتال ابنورماليتيز، بنعمل اللاترال فيو علشان نشوف الانتيريور باونج اللي هو بيضايق في الانسرشن اوف ذا ستيم، ونشوف اذا كان المريض هيضايق الباونج هيضايق الانسرشن اوف ذا ستيم، او نعمل فيمورال اوستيوتومي قبل السيرجن قبل الارثروبلاستي. تمام؟ بعد كده بنعمل ايفالويشن بالسي تي سكان للاسيتابيلم ان ذيس كومبلكس كيسز، وبنصور السباين، بنصور الهيب، وبنصور الني. لو البيشنت عنده اوستيوارثرايتس سيفير اوستيوارثرايتس في الهيب والني،
بنبدا بالارثروبلاستي بتاعه الهيب قبل النيو. الارثروبلاستي بتاعه النيو بتبقى مور ديفيكلت لو الهيب ستيف من الاوستيوارثرايتس. بعد كده بنتكلم عن البري اوبراتيف تمبليتنج. The operative planning should include the use of plastic overlay template supplied by the prosthesis manufacturer. وديت الدكتور محمد السيد قالها تمام. بس هنقول على حاجه ان احنا بنعمل تمبليتنج للاسيتابلر كومبوننت الاول قبل الفيمورال كومبوننت to restore the normal center of rotation. يبقى الاسيتابلر كومبوننت قبل الفيمورال كومبوننت. Careful templating before surgery removes much of the crosswalk during surgery and can shorten operative time by eliminating a repetition of steps. التمبليت بيساعد في selection the type of implant that would restore the center of rotation. يبقى لازم نعمل الاسيتابلر templating الاسيتابلر component الاول قبل الفيمورال component. And provide the best femoral fit and in judging the level of bone resection. And selection of the neck length required to restore equal limb lengths and the femoral offset. The pre-operative evaluation. بنعمله سكور عن طريق اللي هو اشهر حاجه موجوده الهاريس سكور. وده بيعمل ايفالويشن للبيشنت من خلال سيرتن بوينت زي ما قلنا ان هو ايه اول حاجه خالص التوتال هيب بتتعمل علشان تقلل البين علشان تحسن الفانكشن علشان تحسن الكواليتي اوف لايف. فبيتكلم عن البيشنت عنده بين مايلد مودريت سيجنيفيكانت. البيشنت عنده ليمبنج ولا لا. بيمشي بسبورت ولا من غير سبورت. الديستانس مود الاب ستيرز والداون ستيرز السيتنج. وفي الاخر بنعمل سكور وده عشان البوست اوبراتيف ريزلتس. ثانك يو.